ما خير الماتش مهم بالنسبه للفريق الوطني اللي هما الشبان، وشرفوا المغرب وشرفوا الكره الافريقيه والكره العربيه والكره العالميه، وان شاء الله المغرب ان شاء الله يكون ان شاء الله اليوم في المستوى، وحنا تايقين في المدرب شيبه والدراري ديالو، ومقابله مزيانه ديال الاخوين الجزائري والمغربي، هذا تكون رياح رياضيه في المستوى عالي، ونتمنوا الكاس يجي للمغرب ان شاء الله. هاد الدراري اللي ما فرحونا فرحوا الشعب المغربي وفرحوا صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصره ويطول عمره ويجيب لنا، وتكون مقابله في المستوى ان شاء الله، مستوى ان شاء الله. وعلى كل حال كما بغات تكون نتيجه المقابله، كيبقى دائما اننا ربحنا واحد الفريق ديال الشباب ديال الشبان ديال المستقبل، فريق ديال الدراري ديال 17 سنه. طبعا حنا محتاجين اننا نربحوا كاس افريقيا، ولكن الى كانت النتيجه عكسيه بالنظر الى الظروف فين غادي تلعب، بالنظر انها ملعوبه في الدوله او في ملعب الجمهور ديالو كله ضد الفريق الوطني، فاعتقد ان كما بغات تكون النتيجه فاحنا ربحنا فريق، ربحنا شباب ديال 2026 وديال 2030، اعتقد هادو هما هذا هو الربح ديالنا. وقالها المدرب، قال لك اودي حنا كنربيو شباب كنربيو، ما كندرزوش على نتيجة، ماشي ضروري تكون عندنا نتيجة، ولكن اللي ضروري هو اننا نربحوا حارس ممتاز جدا طه، ونربحوا واحد المجموعة ديال اللاعبين اللي غادي يمكن تكون عندهم الكلمة ان شاء الله في 2022 26 وفي 2030. كنتمنى المنتخب الوطني المغربي يربح النتيجة. انا كان المنتخب الوطني المغربي عندنا لعابه، عندنا لعابه، عندنا لعابه مزيانين. ما تنتمنى لحد المغرب حد سعيد، نتمنى اليوم غير يربحوا والنتيجه 2-1. لا السنغال والو ما ياكلوش مع المغاربه، اسود الاطلس كاع ما ياكلوا معاهم كاع، ديما سبوعه سبوعه ورجاله. وحنا جبناها من اكوب، المهم راه جبناها وصلنا للعام. المنتخب الوطني تيلعب كره، تيلعب الروح الرياضيه، تيعرف يلعب، ما تيعرف لا يشري لا يبيع لا يبيع لا يشري، تيعرف يلعب سوا سوا، اللي طاح في المقله يتخلى. وكما يعرف الجميع بان منتخب السنغال منتخب ماشي بالسهل، كما كنعرفوا من القديم بان المنتخب السنغالي فات بجميع لي كاتيجوري زعما ديال يو 17 يو 20 يو 23، عنده منتخب قوي بيان سور. وحنا مثلا حنا كنطمحوا بالفوز ديال المنتخب المغربي لا مالا، ولا مثلا ما كانش انتصار ما سهلش الله في الانتصار، حتى المنتخب السنغال المنتخب الشقيق يستاهل. والمهم هو انه اهم حاجه في هذا الشيء كامل هو الرايه ديال المغرب تهز في الاراضي الجزائريه زعما بالسيف عليهم كما تيقولوا، واخا هما عندنا عداوه معهم وداك الشيء، ولكن الحمد لله ديما الحق تيبان في سواء التدهورات السياسيه ولا الرياضيه. وان ملي الركراكي كان قال لهم ديروا النيه، اعتقد ان المدرب ديال الدراري 19 عام قال لهم ديروا الثقه، فكاين النيه هنا وكاين الثقه هنا، اذا ثق في الدراري الصغار واشتغل معاهم مزيان غادي يعطيوك نتيجه مزيانه، دائما خصك تثق في الشباب. ان شاء الله المباراه ديال اليوم غادي تكون مباراه صارمه ان شاء الله، كونتر الخصم ديالنا السنغال، وان شاء الله تكون مربوحه. نتمنوا الخير الشباب ديالنا الطالع. الكره دابا حاليا في المغرب راه مزيانه بجهد ديال بصح، كاينين اللي جوار تبارك الله عليهم، منهم ناس كبار اللي محترفين في اوروبا، وكاينين دابا الدراري الصغار مثلا الشباب هادو ديال 17 سنه 18، ان شاء الله في اوج العطاء ديالهم ويكون الخير ان شاء الله، ونتمنوا لهم الربح ومربوحه. وديما مغرب بيبا مرويكوس، تحياتي الشباب ديال ان شاء الله مربوحه اخويا. الماتش اليوم غادي يكون ان شاء الله واحد الفرق اللي غادي ان شاء الله الدراري ديالنا اللي تايقين فيهم، وشوف اللي كتشوف تبارك الله الجسم البنيانيه ديالهم انهم قادرين راه يعطيو شحال من حاجه، وكانهم كيف حتى الاخر جبدوهم من الاخر، انهم بينالتيات اللي الصراحه انا باروني تبارك الله عليهم، وكان سبونسوريزي انا ديما الشباب المغربي شبان، لانه هو ما بقاش عندنا ديك السيستم اللي باقي بنادم سيستم شريفيان باقي تيشد وباقي لا، ولا عندنا حنا بنادم شاب هو اللي تيمشي كيتمرن دراري صغار شابين وداك الشيء، داك الشيء علاش هو انه كتشوف كتبقى العلاقه قريبه.